انا بقى عندي ملحوظه زي ما انا كل مره كده اطلع لكم واقعد اتفلسف شويه يعني، بس بعد اذنكم يعني، واقول ملحوظه يعني سريعا كده. انتوا مش ملاحظين كم الاستعراضات وكم الاغاني وكم الاستعراضات والاغاني والرقصات والديكورات وجمال بعض الاعلانات اللي فيها كأنه استعراض جميل جدا. هذا الكم بقى لنا كام سنة كده، بقى لنا كام سنة عندنا إعلانات بتنزل بكثرة، وكأن في مسابقة ما بين الإعلانات في الاستعراض والغنى والملابس والديكور والإخراج والإضاءة حضراتكم مش بتفكركم الموضوع ده بالفوازير؟ وكأن الفنان المصري اخراج وتصوير وانتاج وافكار وسيناريوهات وممثل قدام الكاميرا او مطرب او وكان في حاله تعطش لان احنا باذن الله السنه الجايه مثلا نشوف فوازير رمضان تاني. ده حتى الجمهور المصري، الشعب المصري والعالم العربي كله متعطش انك انت تقعد تتفرج على فزوره من الفوازير، وخاصه 2022 وهذا الكم من التكنولوجيا والافكتات العظيمه اللي هي الخدعه السينمائيه والخدعه التلفزيونيه والتطور العظيم جدا. انتوا مش ملاحظين انه في شوق ليه ان احنا يبقى على الشاشه في رمضان تاني يبقى فيه فوازير؟ وربطتها حضراتكم لما كنتوا تقعدوا تتفرجوا كانه مشهد، الاعلان عن كذا بنك كذا او الاعلان عن كذا، تحس ان هو كانه سكتش في فزوره من الفوازير. والاستعراضات جميله والرقصات جميله والاغاني جميله. طب يا جماعه دي حاجه جميله على فكره ان كنتوا تنتجوا حاجه زي كده تاني. انا اعرف ناس لحد دلوقتي ماسبيرو، قناه ماسبيرو زمان بيقعدوا يتفرجوا عليها في قناه في رمضان عشان بيتفرجوا على نيلي وشريهان وفوازير شريهان وفوازير نيلي. والله اعرف ناس قريبين مني جدا بيحبوا يتفرجوا على الفوازير يرجعوا تاني للفوازير. فنداء للسادة المسؤولين عن الاعلام في مصر، عن الانتاج في مصر، مفيش قناة في العالم العربي كله مش هيبقى حابة انها تشتري هذا المنتج فوازير رمضان جديدة. فدي اول ملاحظة كده حضراتكم، يعني اتمنى ان هذا الموضوع يعني اذا كان الهيئة الوطنية للاعلام اذا كان يعني